بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله كذلك يعني الجزء الثاني لتحديد نهاية الدالة العددية، ويكون هنا بالنسبة للدوال الجذرية اي بي دو اكس على كي دو اكس. ركزوا معي جيدا قبل ان نقوم بحل هذا التمرين، سنقوم بتذكير بعجالة. تابعوا معي جيدا، عندما تكون عندكم نهاية صفة عامة اكس يؤول الى زائد ما لا نهاية او اكس يؤول الى ناقص ما لا نهاية ديال الحدودية على حدود، يعني كناخد تساوي هي النهاية اكس يؤول الى زائد ما لا نهاية او اكس الى ناقص ما لا نهاية ديال الحد الذي له اكبر اس على الحد الذي له اكبر اس. وكنقوم بذلك انذاك بالتصحيح. هذه الحالة الاولى اللي عرضت لكم. كذلك الحالة الثانية، النهاية عندما يقول x إلى 1 أو x 0 بصفة عامة، عندما يقول x إلى x 0 تاع p دو x على q دو x تساوي هي p ديال x 0، مباشرة كنعوض x باش x 0، كنعوض x بx 0، كنحيد النهاية كنعوض x بx 0 على q دو x 0، ولكن هذا سيكون يخالف سين صفر. أما إذا كان عندي صفر في المقام خصنا نعرف هو صفر بليس أو صفر. إذا ركزوا معي جيدا لاحظوا عندكم. مهم، هذه كذلك حالة ثالثة، ملي كنعوض x بx0 نلقي 0 على 0، هذا كيعني شكل غير محدد. إلا قلت لكم أنا غير سويت مثال، قلت لك 0 على 0 شحال هذا بالنسبة لك؟ ديروا غير في أي حاجة ما غاديش تصحيح، 0 على 0 شكل غير محدد، إذا كنشوف شي طريقة أخرى. ملي تلقاو 0 على 0 كتشوفوا شي طريقة أخرى، إما التعميل أو النشر، إما التعميل أو النشر في هذه الحالة. وكذلك المرافق الحساب الطبيعه ديال النهايه ديال التعب. كذلك الارض عليكم الا طحتو، ملي كنعوض شوفوا مزيان، ملي كنعوض اكس باكس 0 كتجي هنا كتلقى عدد، وهنا الا لقيتو صفر الا طحتو في هذه الحاله غير على صفر الفوق غتلقاو عدد في البسط وفي المقام صفر. ملي غتلقاو في المقام صفر خصو يكون اما صفر بليس او صفر موضوع. انا غنوريكم الارض عليكم كيفاش نعرفو صفر بليس او صفر موضوع. إذا كانت عندي طحتو في هذه الحالة L على صفر بليس، ضرب عليه. إذا كان L موجب، L موجب، موجب على صفر بليس غتستخدم زائد ما لا نهاية، هذو قواعد. إذا كان L سالب، سالب على صفر بليس غتستخدم ناقص ما لا نهاية، هذو قواعد جد جد مهمة ضرب عليه. كذلك ملي كنعوض إكس بإكس زر نقدر نطيح في عدد على صفر موال، نقدر نطيح في هذه الحالة عدد، هذا L عدد، هذا كذلك عدد. على صفر موال في هذه الحالة اللي عرض عليكم. كذلك نشوف R، R كتراقبوا انتوما غير كتلاحظوا، إذا كان R موجب، موجب على صفر موال غتبقى ناقص ما لا نهاية، كان R سالب، سالب على صفر موال غتولي زائد ما لا نهاية. إذا هذو قواعد جد جد مهمة، حنا غنشوفو كيفاش نديرو التطبيق ديالو، والأهم من ذلك غنشوفو كيفاش نعرفو صفر بليس أو صفر موال. ركزوا معي جيدا، وغنذكركم القاعدة في الوسط الفيديو أو في آخر الفيديو غنذكركم بالقاعدة. إذا ركزوا معي جيدا، نبدأ بالمثال الأول. عندكم النهاية ديال 2 إكس أس 2 زائد 3 إكس على 3 إكس زائد 1، إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا تساوي ماذا؟ عندي النهاية ديال حدودية على حدودية هو الحد الذي له أكبر أس، الحد الذي له أكبر أس. أنت كدير القاعدة عندما يقول إكس إلى زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية. إذا هنا تساوي الليميت عندما يقول x إلى زائد ما لا نهاية، إذا عندي هذا الحال، عندما يقول x إلى زائد ما لا نهاية، تكون أكبر حد عندي هنا، الحد الذي له أكبر أس هو 2 x أس، تكون الحد الذي له أكبر أس هنا هو 3 x، هنا واحد عدد، إذا لا يعني هنا غادي ندير نبسطها، هنا ممكن نبسط القاعدة، هانتوما، لنفترض، ممكن شوية فيكم يجيب، حتى ندير التبسيط عاد ندير عاد نحدد النهاية، شي واحد يقدر يجي فيكم يقول هنا زائد ما لا نهاية وهذه زائد ما لا نهاية، واش زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية يوجد؟ لا، هو كذلك شكل غير محدد، يعني إذا حتى نبسط عاد ندير نشوف شنو غتطلع. إذا نعرض عليكم هذه تساوي هي الليميت عندما يقول إكس إلى زائد ما لا نهاية، 2 إكس أس 2 هي 2 إكس في إكس، إكس أس 2 هي إكس في إكس، 3 3 في إكس هي 3 في إكس. إذا شنو كنلاحظ؟ هنا عندي إكس هنا إكس غادي نختزل بيه. غادي نختزل بيناتهم، هادشي اكس مع اكس غتبقى تساوي الليميت
عندما يقول x الى زائد ما لا نهايه دير 2 x على 3. اذا هذه راه هي 2 على 3 في x. بحال هانتو 2 x على 3 هي 2 على 3 في x. دلال ذلك اذا النهايه دير x حددوا يديكم على المعامل عادي. النهايه عندما يقول x الى زائد ما لا نهايه x، يعني العوض x بزائد ما لا نهايه تجيني زائد ما لا نهايه. زائد ما لا نهايه نضرب في جوج على 3، جوج على 3 كم داير عدد موجب. إذا عدد موجب من عند ضرب زائد ما لا نهايه غتبقى زائد ما لا نهايه. ركزوا معايا جيدا. هنا لابد اختفى، لابد اختفى عند حد النهايه. شي واحد فيكم يقدر يجيب لي النهايه ديال جوج اكس ثانية زائد ما لا نهايه، والنهايه ديال 3 اكس زائد ما لا نهايه. زائد ما لا نهايه على زائد ما لا نهايه شكل غير محدد. يعني ما يمكنش نعرف شحال، حتى ندير التصل مع حد النهايه. إذا نمر إلى المثال الثاني. تابعوا معي جيدا، ننظر الى المثال الثاني نفس الطريقة. اذا النهاية ليميت عندما يقول x الى ناقص ما لا نهاية، اذا 3 x اس 3 زائد 2 x اس 2 زائد 1 على x زائد 2. هي كذلك هذه عبارة عن حدودية، دالة جذرية، يعني حدودية على حدودية، والنهاية ديال الحدودية على حدودية هي النهاية ديال الحد الذي له اكبر اس على الحد الذي له اكبر اس. اذا تساوي الليميت عندما يقول اكس الى ناقص ما لا نهايه. شنو الحد الذي له اكبر اس هنا؟ عندي اكبر اس هو 3، اذا عندي 3 اكس اس 3 على شكون الحد الذي له اكبر اس هنا؟ هو اكس. اذا الله يرضي عليكم، اذا مشيت عوضت هنايا ما ندير التعويض حتى نبسط، حتى ندير التبسيط عاد ندير التعويض، عاد نحدد النهايه. اذا نشوف الله غتبقى الليميت عندما يقول اكس الى ناقص ما لا نهايه. هنا الله يرضي عليك، شوف الله هنا 3 اكس اس 3 هي اكس اس 2 في اكس. عندكم قاعده ا اس ان زائد ان راه هي ا اس ان في ا اس ان. اذا هنا 3 اكس ان في اس 1، يعني اكس اس 2 في اكس 1 هي اكس اس 3 على اكس. اذا شوف الله هنا غنختزل اكس مع اكس، هنا تبقى هي الليميت عندما يقول اكس الى ناقص ما لا نهايه دار 3 اكس اس 2. الله كما قلت لكم سابقا شحال النهاية عند ديال إكس أس 2؟ النهاية ديال إكس أس 2 عندما يقول إكس إلى ناقص ما لا نهاية. الأس ملي كيكون إكس يولي ناقص ما لا نهاية كنشوف الأس واش زوجي ولا فرضي، كيف داير الأس زوجي؟ إذا ناقص ما لا نهاية تولي زائد ما لا نهاية، فاش نضرب في عدد موجب إذا تبقى زائد ما لا نهاية. إذا نمر إلى المثال الثالث، تابعوا معي جيدا. إذا هنا نمر إلى المثال الثالث، النهاية ليميت عندما يقول x إلى زائد ما لا نهاية ديال 2 x زائد 1 على x زائد 2. إذا هنا كذلك نطبق هذه القاعدة، عندما يقول x إلى زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية ديال دالة جذرية يعني حدودية على حدودية، كناخذ أكبر حد على أكبر حد. الحد الذي له أكبر أس على الحد الذي له أكبر أس، هنا تحل عندي أس 1 وهنا أس 1، يعني هذا هو الحد الذي له اكبر اس، هذا هو الحد الذي له اكبر اس. اذا كندير تساوي الليميت عندما يقول اكس الى زائد ما لا نهايه 2 اكس على اكس. قبل ما نحدد النهايه كنختار الله يرضي عليك، هنا اختار اكس مع اكس، تبقى هي الليميت عندما يقول اكس الى زائد ما لا نهايه. اذا سولتكم قلت لكم النهايه ديال 2 عندما يقول اكس الى زائد ما لا نهايه، كاين فيكم اللي غادي يقول زائد ما لا نهايه، كاين اللي غادي يقول ناقص ما لا نهايه، ولكن انا ذكرت لكم قبل قليل في الفيديو الاخر النهاية ديال ثابتة عدد ثابت غير مرتبط بإكس، النهاية ديال عدد ثابت غير مرتبط بإكس كيبقى هو العدد نفسه. إذا هنا واش عندي شي إكس؟ لا، هنا أنا كنحدد النهاية بدلالة ملي كيكون عندي المتغير مرتبط بإكس، التعبير مرتبط بإكس، أنا عندي 2 غير مرتبط بإكس، إذا النهاية ديال 2 غتبقى هي 2. إذا هادو بحال الدوال كيتحطوا في الجهاز، بحال هذا الدوال كيتحط في الجهاز، أإكس زائد بي على سي إكس زائد بي. إذا كذلك نمر إلى الحال المثال هذا، ليميت تابعوا معي جيدا، ليميت ديال 3 إكس زائد 4 على 6 إكس زائد 1 إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا كذلك هنا تساوي الليميت عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية ديال الحد الذي له أكبر أس هو 3 إكس. الحد الذي له أكبر أس هو 6 إكس. إذا شنو عندي؟ ماشي نمشي نعوض، ونعوض لا غتلقاو خطأ، إذا نختازل حتى نختازل. في هذا النوع ديال الدوال حتى نختزل عاد ممكن نحدد النهايه، اذا انا غنختزل اكس مع اكس غتبقى 3 على 6، يعني الليميت ديال 3 على 6 اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه.
النهاية الثابتة ديال العدد هو العدد نفسه. إذا النهاية ديال 3 على 6 عندما يقول إكس لا ناقص ما لا نهاية، واش عندي إكس؟ لا ما عنديش، لا تبقى هي 3 على 6. 3 على 6 عندك الطريقة خليها بحال هكا، خليها واللي بالو التبسيط يدير التبسيط، هذه هي 3، 6 هي 3 في 2، ممكن نختار 3 مع 3، هناك في عندكم 3 في 1، إذا تبقى 1 على 1. هادو هما النوع ديال الدواء اللي كيتحطوا في الجهة. إذا تابعوا معي جيدا، نمر إلى المثال الخامس بسرعة. إذا النهاية عندكم عندما يقول إكس إلى 2 ديال إكس أوس 2 ناقص 2 إكس على إكس ناقص 2. إذا كما قلت لكم عندما يقول إكس إلى إكس 0 ديال بيدو إكس إلى بيدو إكس كنعوض إكس بإكس 0 عاد. بيدو إكس إلى بيدو إكس كنعوض عاد. إذا هنا باش غنعوض إكس بـ 2 غتجيكم 2 أوس 2 ناقص 2 في 2 على 2 ناقص 2. إذا فقط عندكم ملي كيكون إكس لا بليس أنفين ولا موان أنفين كناخد الحدة اللي لها أكبر أس الحدة اللي لها أكبر أس، عندما يقول إلى عدد كندير التعويض وعاد كنشوف أين حالة غادي نطيح فيها هنا. إذا 2 أس 2 هي 4، 2 في 2 هي 4 ناقص 4، 2 ناقص 2 صفر، 4 ناقص 4 صفر على صفر. ملي كنطيح في هذه الحالة صفر على صفر شوف نكتب الشكل غير بحال هكا، شكل غير بحال ولكن ماشي كنحبس، كنولي نشوف شي طريقة أخرى باش نتجنب هاد الشكل غير المحدد. مثلا على سبيل المثال نتوما غادي في واحد الطريق وحيتوها مكسرة محصرة كاين شي حاجة باش تبقاو تما حتى كتسناو، إذا كتاخدو طريق أخرى باش توصلوا للمبتغى اللي نتوما باغيين توصلوا ليه. إذا هادي غتولي تساوي هي الليميت عندما يقول إكس إلى 2، شنو كنلاحظ الله يرضي عليكم هنا؟ إكس أوس 2 ناقص 2 إكس، ما كتلاحظوش شي حاجة، هنا إكس أوس 2 هي إكس في إكس. ناقص 2 x على x ناقص x x أس 2 هي x في x ناقص 2 x. إذا ما تلاحظوش شي حاجة هنا وهنا، كنلاحظ واحد العامل المشترك هنا هو x، إذا نعمل به يعني إلا عملت هنا بال x ملي كندير التعمل بال x نضع يدي على x شنو غتبقى x، إلا عملت بال x شنو غتبقى ناقص 2 على x ناقص 2، هنا x يؤول إلى 2. إذا شنو غندير؟ غنختار x ناقص 2 مع x ناقص 2 غتبقى هي النهاية ديال x و x يؤول الى 2. اذا الله يرضي عليك النهايه ديال x عندما يقول x الى 2 نعوض x ب 2 عادي، الا عوضت x ملي كنعوض كنحيد الليميت، هنا ملي عوضنا حيدنا الليميت، اذا ملي غنعوض هنايا x ب 2 غتجيني هي 2، اذا هذه هي النهايه. اذا ركزوا معي جيدا نمر الى المثال السادس. اذا الله يرضي عليك المثال السادس عندكم واحد الليميت ديال 3 إكس زائد 1 على إكس زائد 2 إكس يؤول إلى 4. عندما يقول إكس إلى عدد كنعوض مباشرة، وديك الساعة اللي بعد غادي نشوف الحالة اللي غادي نطيح فيها. إذا نعوض هنايا ملي كنعوض كنحيد ليلي، إذا تساوي 3 في 4 كنعوض إكس باش ب 4 لأن إكس يؤول إلى 4 على 4 زائد 2. 3 في 4 هي 12 زائد 1، 4 زائد 2 هي 6، 12 زائد 1 هي 13 على 6. دونك هنا ما بقى حتى شي مشكل عادي، ملي كنعوض نقدر نلقى هذا المشكل صفر على صفر، ونقدر نلقى عدد على صفر بليس او عدد على صفر، او نقدر نلقى عدد عادي. اذا هنايا مزيان لقيت عدد عادي ما عنديش شي مشكل. تخيل اذا نمر الى الحاله المواليه هي اللي غنطيحو فيها في هذه الحاله غير على صفر. اذا ركزوا معي جيدا الله يرضي عليكم كيفاش غادي نحيدو، شوفوا مزيان. اذا عندكم ليميت النهايه ديال 2 x ناقص 1 على x ناقص 3 x يؤول الى ماذا؟ الى 3، ولكن عندكم واحد الشرط x يؤول الى 3 وهنا x اكبر من 3. ملي كن شنو كان هي هذه؟ راه ماشي 4 ولا 5 ولا 6، هي الفوازيناج ديال 3. مثلا عندكم هنا 3 القرب ديال 3 يعني تعني x اكبر من 3 كتعني 3 بليز هكا، كاين اللي كنرمز ليها بحال هكا وكاين اللي كنرمز ليها x اكبر من 3. لا درجنا 3 بليس يعني كتبني على يمين 3، دونك نحيد هذا الاكس بار من 3، خليت ما درتش بليس عندي الاكس بار من 3 يعني كتبني على يمين 3. اذا الله يرضي عليك نعوض مباشره، اولا شوف هنايا شنو عندي؟ عندي التعويض، ملي عندي التعويض غنحيد، ولكن ماشي غنعوض ب 4 او 3 بليس. كاين فيكم اللي كتبوا عنده 3 بليس كيمشي يعوض 3 بليس؟ لا، غنعوض ب 3. هذيك 3 بليس كتمكنني غير ملي يخرج لي صفر من المقام، واش صفر بليس او لا صفر مو، هذاك هو الهدف منها. انا نقول لك كيفاش تبقاو تعرفوا. اذا انا نعوض اكس ب 3 تجيكم 2 في 3 ناقص 1، نعوض هنا اكس ب 3، 3 ناقص 3.
إذا 2 في 3 6 ناقص 1، 3 في ناقص 3 هي 0، 6 ناقص 1 5، إذا هي 5. ملي كيخرج لكم 5 على 0، ملي كيخرج لكم 0 في المقام خصكم لابد تعرفوا هو 0 بليس أو 0 موان. إكس يعود إلى ماذا؟ إلى 3، ولكن إكس أكبر من 3. شوفوا الأرقام، هانتوما عندكم إكس أكبر من 3، لا تديتها 3 ورجعتها للطرف الآخر تولي إكس ناقص 3 أكبر من 0، إكس ناقص 3 أكبر من 0. لعوضت إكس هنا بثلاثة، 3 ناقص 3 0، واش كبر يعني 0 بليس؟ إذا المهم هنا عندي هذا التعبير، نشوف هذا اللي في المقام واش يأوي إلى 0 بليس أو لا 0. إذا هنايا إكس ناقص 3 أكبر من 0 يعني غتكون عندي 0 بليس، كان صغر من 0 غتكون عندي 0 من 1. ولكن نوريكم طريقة أخرى باش تعرفوا العدد اللي مضروب في إكس هنا. شوفوا الإشارة المعامل ديال إكس هنا كي ندير مو موجب. إذا إلا كانت هنا 3 بليس كيخرج لكم 0، كانت 3 موان تكون 0 موان. ولكن إلا كان العدد اللي نضرب في إكس سالب كيعكس هذا الإشعار. تخيلوا معايا لو كان هنايا مثلا ناقص، دونك هنا إلا كانت 3 بليس غتولي 0 موان، كانت 3 موان غتولي بليس، صح؟ يعني في صيغة أخرى إلا بغيتو كيفاش تبقاو تعرفوها شوفوا مزيان. هنايا قلنا إكس يعود إلى 3، يعني كحل إكس أكبر من 3 كحل 3 بليس. هنا الإشارة كنديرها بليس، وهنا المعامل اللي مضروب في إكس موجب، بحال عنده الإشارة زائد، بحال الزائد في الزائد غير ذهنية غتبقى هي بليس، يعني 0 بليس. إذا ملي كيكون عندكم ولا كانت هنايا قلنا موان كتعكس، بحال كديروا هذه الإشارة في هذه الزائد في الناقص خصكم ناقص، يعني غديروا 0. هي في الأصل نعم ولا ندير لكم البرهان ديالها. دونك هنا غادي في هذه الحالة بليس غتبقى صفر بليس. وعندكم ملي كيكون عندكم عدد على صفر بليس، عدد على صفر بليس كنشوف ذاك العدد إلا كان موجب غتبقى زائد ما لا نهائي. إذا عندي 5 كين ديال موجب، يعني موجب على صفر بليس غتعطيكم زائد ما لا نهائي. ها إير على صفر بليس الصفة عامة إلا كان إير موجب تبقى زائد ما لا نهائي، كان إير سالب غتبقى ناقص ما لا نهائي. ولكن نتوما الأفضل تحاولوا، المهم كاين هاد الكتابة اللي ما كيقبلهاش لا بغيتو تجنبوها غتحسبوا نيشان لدينا فيما تشوفوا يعطيكم صفر في المقام تحسبوا الفوقانية بوحديتها والتحتانية بوحديتها. لدينا الليميت ديال 2 اكس ناقص 1 عندما يعود اكس الى 3، اكس اكبر من 3 غنعوض اكس مباشرة ب 3، 2 في 3 ناقص 1، 2 في 3 6 ناقص 1 هي 5، هو الليميت عندما يعود اكس الى 3 وعندي اكس اكبر من 3 كتعني هي 3 بليس، ديال اكس ناقص 3 الا عوضت اكس 3 ناقص 3 عندنا 0. اذا 0 ملي كيكون عندكم في واحد اكس ناقص 3 في عندي في المقام، اذا ملي يكون في المقام 0 خصكم تعرفوا 0 بليس ولا 0 موان، قلنا 0 بليس لان المعامل ديال اكس موجب، الا كان موجب كتبقى نفس الاشاره اللي عندنا، كانت 3 بليس غتبقى بليس، كان المعامل ديال اكس سالب تعكس عقلوا عليها. اذا 0 بليس و5 على 0 بليس هي زائد ما لا نهائي. إذا نمر إلى الحالة إذا كان إكس أصغر من 3، إلى الحالة ما قبل التحقيق. إثنان إكس ناقص 1 على إكس ناقص 3، وعندكم إكس تؤول إلى 3 ولكن إكس أصغر من 3. ملي كنقول إكس أصغر من 3 الله يرضي عليكم يعني هي 3 موه، ماشي ناقص 3، 3 موه يعني على يسار 3. كنعوض مباشرة عادي 2 في 3. ناقص 1 على 3 ناقص 3، 2 في 3 6 ناقص 1 هي 5، 3 ناقص 3 هي 0. ولكن ملي يكون عندكم في المقام 0 خصنا نعرفوا 0 مو على 0 بليس. هنا اكس اصغر من 3 كتعني هي 3 موان، ها اكس اصغر من 3 كتعني هي 3 موان، يعني كحل الاكس تؤول الى 3 موان، عقلوا عليه. اذا هنا كم داير عندي الناقص، كم داير المعامل ديال الاكس موجب، اذا كان المعامل ديال الاكس موجب كاع ما اللي عندي هنا كتبقى هي النيت، إذا كانت ناقص كتبقى ناقص، كانت زائد كتبقى زائد. ملي يكون المعامل ديال إكس موجب، كان المعامل ديال إكس سالب كيتعكس هذه هذا. إذا كان مثلا المعامل ديال إكس سالب مثلا ناقص جوج أولا ناقص واحد، إذا كانت عندكم هنا ناقص غتولي زائد، كان زائد كتولي ناقص. ولكن ملي يكون المعامل ديال إكس موجب اللي عندي هنا كتبقى هي نفسها. إذا 5 على 0 موان هي هاي. ملي يكون عندكم إير على 0 موان، إير على 0 موان كنشوف إير. إذا كان إير موجب كتبقى ناقص ما لا نهائي، كان ال سالب كتعكس. اذا انا عندي 5 كم داير موجب، اذا موجب على صفر موه هاي ال موجب
موجب على صفر موعد قناة ثمانية. لكن كما قلت لكم سابقا فما يعطيكم بزاف في المقام حاولوا تحسبوها هذه بوحديتها. ليش نقولوا لدينا ليميت عندما يقول اكس الى 3 موعد، هاد 3 موعد قلنا تعنيها اكس اصغر من 3 ديال 2 اكس ناقص 1. باش نعوضوا اكس ب 3 موعد كنعوض اكس غير ب 3، هاد 3 موعد 3 فوق ناقص كتمكنني غير باش نعرف في المقام صفر واش بليس اولا موعد، هذيك هي اللي كتمكنني منها. اذا غنعوض اكس ب 3، 2 في 3 6 ناقص 1 ديال 5. والليميت عندما يقول اكس الى 3 موعد ديال اكس ناقص 3 غنعوض اكس ب 3 ناقص 3 هي الصفر. اذا هاد اكس ناقص 3 عندي في المقام، ملي يكون في المقام خصني لازم نعرف واش صفر بليس اولا صفر موعد. اذا يمكن ندير من المعامل ديال اكس موجب، اذا اللي عندي هنا غتبقى هي صفر صافي، و5 على صفر موعد هي ناقص ما هذا المثال. اذا نمر الى المثال الاخير. المثال الاخر اللي عرض عليكم عندكم ليميت ديال اكس اس 2 ناقص 4 على اكس ناقص 2 عندما يقول اكس الى 2. اذا هنا مباشره عندما يقول اكس الى عدد كنعوض عدد، اذا نعوض اكس الى 2 غتجيني 2 اس 2 ناقص 4 على 2 ناقص 2. 2 اس 2 هي 4 ناقص 4، 2 ناقص 2 هي 0، 4 ناقص 4 هي 0 على 0، لاني كنعوض الى 2 على 0 على 0 بشكل غير محدد. اذا ملي تكون بشكل غير محدد كتاخذ طريقه اخرى، شوف شنو ديروا التعويض او التعبير. اذا هنا عندي تساوي ليميت عندما يقول اكس الى 2 نعتقى اكس ناقص 2، هاد اكس اس 2 ناقص 4 فاش كتفكرني؟ اكس اس 2 ناقص شي حاجه كتفكرني في متطابقه هامه، ا اس 2 ناقص ب اس 2، ا اس 2 ناقص ب اس 2 باش ندير التحميل ديالها كندير يد ديال الاس، غتبقى ا ناقص ب عامل ا زائد هو التحميل ديالها. اذا هاد اكس اس 2 ناقص 4 راهي اكس اس 2 ناقص جوج اس 2، جوج اس 2 هي 4. اذا هذه متطابقه هامه، عندي تساوي ليميت عندما يقول اكس الى 2 اللي في البسط يبقى كما هو، اللي في المقام يبقى كما هو اكس ناقص 2، واللي عندي في البسط ندير التعميل ديالو، كان ندير التعميل ندير يدي على الاس اكس ناقص 2 عامل اكس زائد 2. اذا هادشي اكس ناقص 2 مع اكس ناقص 2 غتبقى هي النهايه ديال اكس زائد 2 اكس يساوي الى 2. اذا انا مباشره نحيد الليميت ونعوض اكس باش ب 2، اللي حيدت الليميت عوضت اكس ب 2 تجيك 2 زائد 2 هي 4. اذا الله يرضى عليكم الى هنا ننهي هذا الفيديو، ونتمنى ان شاء الله ان تكونوا استفدتم. ولا تنسوا الاشتراك في القناه، ولا زال الكثير ان شاء الله سنقدمه لكم. كما قلت لكم اي شيء سؤال عندكم، اي شيء لغز، اي شيء مشكل ما فهمتوش تحطوه في التعليق، ونحن رعنا الاشاره، وان شاء الله سنقدم لكم كل ما هو في صالحكم ويفيدكم ان شاء الله. السلام عليكم.